يا ريت الإنسان يقدر يشوف حياته الجاية، كان أكيد هواي أشياء تغيرت. تغيرت وتغيرت هواي أشياء بي. معقول أني نفس البني آدم اللي عرفته من زمن طويل؟ أنا شفت عذاب ما حد شافه. هذا عمك ابني. أنت اللي مر عليك يعني مو قليل. مو قلتوا لي عمك مات؟ موتيني واني حي؟ شو وقت طلع من السجن؟ وشلون اجى لندن؟ أهم شي بالنسبة لي أنا أعرف وين ابني. وأنا شعلي بابنك؟ وليش دا تسألني عليه؟ ابنك اختفى من زمان وما نعرف أي شي عنه. We have a few questions to ask you. Would you sit down, please? أنا حسب اعتقادي أنه ابنه يعرف أبوه موجود هنا بس ما يريد يشوفه. Unfortunately, we can't help you to find your son unless you can provide official documents to prove you are his father. دا أدور عليه بكل مكان بس ما دا ألقي له أي أثر. ما أعرف منين طلع لي. لا تفكرين بي ولا أبد. إذا تعرفين أي معلومات عن ابنه ساعدي. لا تنسين هاي شغلة إنسانية. شنو اللي مبهدلك هيجي؟ متحارك؟ بيكاسو سمايل. هذا آخر انذار. أرجوك اطلع من بيتي. ايش رايد من عندنا وجاي تتهجم علينا؟ ناجي عند عقدة النجاح، يعني من يشوف فنان تشكيلي ناجح يظل وراه يشد وياه إلى أن يقضي عليه. أشو على غفلة صار مشهور ومعروف بالجامعة مع أنه مو موهوب مثل باقي الفنانين. He wants to meet him. فهمني وينه؟ ما أدري ولا أعرف مكانه وين ولا عندي علاقة به. Daddy, he's bleeding. His face is covered in blood. He's really hurt. أنت سويت هواية جرائم بالعراق وهنا بريطانيا. بالبداية ما كان واضح، ما قال لي هذا موضوع المخابرات. حسام ابنك؟ وانت فرحانة بهالخلفة؟ هسا البوليس راح يشوف شغله وياه. من يوم اللي اجى دخل بلندن لحد اليوم المشاكل دا تنزل على راسنا من كل مكان. ابتسامة بيكاسو